بين السراق وزال الفن بين الدام فبغير حال لربكما تكذبان إلا قاصرات الطرف لم يثبتهن الإنس قبلهم ولا شان. إذا مشاهدي قناة شوف تي في نجدد الترحاب بكم وكنعتذروا على انقطاع هذا البث المباشر من مدينة خريبكة، وحنا الآن كنتواجدوا في حي البيوت بالضبط أمام المسجد الكبير هنا بحي البيوت. كنتمنى خوتي أنكم تبارطاجيو هذه الحالة الاجتماعية اللي صراحة كنتمناو أنها تلقى القلوب الرحيمة اللي وقفوا معها. شابة خوتي من ذوي الاحتياجات الخاصة، تزوجات ولدات بنية، والآن خوتي تتقول بأن الزوج ديالها تخلى عليها، محتاجة القلوب الرحيمة، محتاجة المساعدة ديالكم. أكيد الأم ديالها هي اللي غادي تنوب عليها لأنها عندها صعوبة في النطق. الآن خوتي كترضع البنية، الحمد لله، بعد نطلب الله عز وجل ذاك الرزق ديال ديك البنية وديك الحليبة تبقى في ديك البزولة ديال الأم ترضعها، ما تزيدش عليها حتى المصاريف ديال الحليب ديال الصيدلية والمشاكل ديالو، حاصلة غير في ليكوش وفي الكرا وما تاكل وما تشرب. إذا ها هي اليوم يعني تناشد القلوب الرحيمه، والام ديالها غادي تحكي لنا التفاصيل. كنعتذروا مره اخرى على انقطاع البث المباشر الاول اللي كانت الام كتحكي فيه، فغادي نعاودوا من جديد خوتي ونستمعوا لها. مرحبا مامتي، قربي شويه الميكرو عندك باش تسمع. شوف الخوت، انا بغيت هذه البنيه تقوموا لقيا بها غير بالكرا وما تاكل، راه تزوجت وداك الزواج ما صدقش ليها، وبغيت عمني عايشه هي والبنيه ديالها. انا راه ما عنديش محل، ما عنديش السكنه، وهي راه كاري لا في الزيتونه وليت راه تخلى عليا، وانا بغيت هذه البنيه، انا بغيتكم تقوموا لقعه بهذه البنيه صافي، ما باغا منكم حتى حاجه على البنيه، راه شويه ما كتدويش وشويه راه مريضه، وبغيت عمني قابله هي والبنيه، انا ما عندي على البنيه، انا الدعوه لي في البنيه وهي راه مريضه شويه وعيانه في صحتها وما كتهدرش. وهاد البنت هي تزوجات، عاودي لينا كيفاش تزوجات، هما جاوني وخطبوا البنيه وما بغيتش نعطيها لهم، وقالت لا اعطيها لنا، وتقادت هي وعطيتها لهم وسكنوها معاهم في العروبيه وحملت، وعقب جابوها لي حامله، صيفطها لي حامله وتسعه شهور وهي باركه عندي، وولدتها في السبيطار وخرجتها من السبيطار، ودركا ولات عند الدريه ثلاث شهور عاد جا كراليها وشويه ولا بدات تخوى عليها فاني. هاد الشيء اللي انا طالبه منكم. من بعد جاب جال عندك الدار ورجعها؟ جال الدار ورجعها، وجيت انا اللي قلبت معاه في الزيتونه وانا اللي كريت معاه. ودركا ولا يدور في الدريه. كيقول لها هزيها وسيري عند امك. هزيها وسيري عند امك. الشيء اللي نقول لكم انا. دابا خلاها بوحدها. بوحدها. دركا راه في الليل كنمشي نبات عند معاها. علاش انت ما ديتيهاش معاك؟ وما بغاتش نخوي المحل، وخاصة نشوفه ولا يجي ولا يعني كنقولوا. انا ساكنه في بنوار في البرارك. في البرارك، وهي كاري لعب الزيتونه وراه بحال والو غندي معايا البرارك، غندي البرارك ما كافياش. ها دبر راسها وندي بنتي مني. شحال بس ساكنين نتوما في البرارك؟ شي 20 عام. لا شحال بيكون في الدار؟ كاين الدري ولدي زايزون، وكاين انا، وكاين باهم، وكاين خوهم الدري الكبير. يعني حتى الا زادت هي وبنتها يعني كاين الضيق. واه كاين الضيق. شنو الطلب ديالك امي؟ ها؟ شنو الطلب ديالك؟ الطلب ديالي بغيت على اللي يعاونها في الكرة. على الكرة. بغيت انا الكرة ب 10000 و2000. يعني 12000 ريال. اه انا بغيت على الكرا، على حساب الكرا وما والضب. انا هادشي اللي كنطلب منهم. وليكوش البنيه. وليكوش البنيه وما تاكل. هادشي اللي كنطلب انايا. دابا هو ما قال لك لا بغيتها لا بغيت نطلق. ما قال حتى حاجه، ما قالها حتى شي حاجه ما قالها. سمح
فيها وصافي. صافي، ما قال لا نطلق لا ما قال حتى شي حاجة. ملي كيقول لها كتقول له طلقني، كيقول لها سيري للمحكمة. هادشي اللي كيقول لها، كيقول لها سيري للمحكمة. وشنو السبب النهار الأول كاع باش تجي عندك؟ شدي شدي بعد أه؟ شنو السبب النهار الأول باش تجي عندك؟ ناضيها قال لها سيري لعند أمك. شنو قالت لي؟ قال لها أنا ما تليتش بغيتك سيري عند أمك. ولي عايرة بالنطق؟ أه، قلت لي النهار الأول راك عرفتيها. قال لها لا أنا ما تليتش. قولي تابع الدريات، تابع الماحية، تابع داكشي. مبلي؟ أه، مبلي. ما تيضربهاش؟ لا ما يضربهاش. صافي غير قال لها ما بقيتش بغيتك. صافي. وليش تزوجتي بها نهار الاول؟ لا ايوا بغا. ياك شفتيها نهار الاول؟ شافها نهار الاول وبغاها وبغاوها خوته وبغاتها امه وضربتها هرستها من كتفها ديتها على امه. ضربتها؟ ديتها على الحروري هذاك اللي في بنوار. هو اللي ضربتها بانيو. بانيو كبير. بغات مريضه بحال مريضه تاهي. وما سمع لا. وهو يا كان مزيان معاها شويه تتقلب عليها ودركا كيخليها بوحدها ويمشي للنهضه يبرك دار كاريه واحد يمشي وحاشا كيقصروا فيها. هي كتقول هو كيقول لا كتقول له انا ما نقدرش نبيعك بوحدي. قال لها سيري عند امك. البنيه ما يصرف عليها. لا ملي كرا هاد الجامات راه ملي كرا راه باقي ما كملوش حتى شهر راهو راه الله خلص الشهر راه باقي صافي راه باقي ما كملش الشهر وكيقول لي انا غايب خدام ما خدامش كيمشي بحوايجو ونقايا كيجي. قلت له قلت له الحوايج اللي كيكون مع المعلم راه كيجي مطلي ويجي داك. لا قال لي راه انا كنغسل تما ما خدامش. السلام عليكم. سلام. خدمه ما خدامش. انت ومامتي ما عندكش باش تعاوني بنتك. ولا ثاني نعاونها باللي قسم الله. ماشي ما نعاوناش راه ما ثاني رانا اللي لقتها وداك ثاني نعاونها باللي قسم الله. لا ما غاداش. زعما انت شنو واش عندك مدخول ولا تنتي الغلب الله ما عندك. كنبيع الميكا في السوق القفه. الميكا والقفاف ونجي للجوامع نترزق. الراجل عندي عيان هذاك مريض. يعني انت ما في حالك؟ ما في حالي. عندي دري زايزون هو اللي كيبيع معايا مسكين هذيك الميكا والقفه. الدري الكبير هذاك ما خدام ما ردام داير حاشاك هذيك الكراريسه ويلقط منها البركاسات. صافي. الحاله ديالكم ضعيفه. ضعيفه. عطيتي بنت جابت لك بنت اخرى. ويه ولا كون ما كانت الحاله ضعيفه ما نسولش انا فيه. كاع ما نسول فيه انايا. ايوا هذا الشيء اللي كاين. هي دابا تقدر تهضر ولا ما تهضرش؟ ما كتهضر، داك الهضرة عندها ما ديرش، عندها داك الشيء هنايا ما. قال الطبيب واش هي خلقها هكا؟ لا، ديتها لعند الطبيب. دوزت لها واحد البنت بحال وجهك ب 4000 ريال. قال ليها طلب ليها قال لها عندك الحلاقم. قال لها نحيدهم لك ب 70 والسماعات 100. ما لحقتهمش وخليتها هو. ما كاينش باش. ما كاينش باش. يعني دابا علاش ما كتهضرش هو عندها هذا المشكل؟ هذاك المشكل وكيعصب عرفتي ما كتعصب راه الدريه كتبقى كيوحاليه. وهو عصبها قوى. واش كتقول لك امي انت مسكينه هي دابا؟ ها؟ ملي كتجلس تهضر معاك وتشكي لك اش كتقول لك؟ هو كتقول لك امي راه قال لي سيري عند امك. وباغي يخليني بوحدي وهي كتخاف. وكيقول لي سيري عند امك انا ما باغيش نبات الليله هنا. ما باغيش تبات الله يعاونك. كل راه يعيش برزقه. يعني والمده ديال الحمل كامله وهي عندك؟ كامله. ها الناس هذا مول الحانوت راها ملي كانت حامله هذه هي بلا قصتها. يعني عايشه غير مع المحسنين ومع مع الوجوه. بحال وجهك راه كيكوا كان دوزت الحمل ديالها هنا مساكن كاع صيفطوا لها الزروره ملي ولدت. مسكينه بكرشها كانت هنا ودابا عاود ملي ولدت جابتها ومساكن كلشي مالين الجامع ديالها ورجالها كلشي جابوا لها مساكن الزروره صيفطوها لها. تفضلي سمعتيني قلت لك الحمل كامل ساعات وجاتو هنا
ملي ولدت والله الا هاد الدراري كاملين جمعوا ليها نهار الجمعه ثاني جمعوا لها الدراري 3000 ريال وهذوك الدريات ما لقات فرماسي شي عطاوها ليهمش الدريات يعني عايشه غير مع صحاب المحلات صافي بحال كيفا هاد الجواد كاينو بوحدي وهادو مساكن هما اللي تعلموا الكانو هما اللي جمعوا لها الزروره وصيفطوها عارفين الحاله كيفاش واحد السيد هنا مسكين قربي منتي الميكرو عندك واحد السيد ابوه هنا مسكين تبقى صيفط له 2000 قال لي مشي تجدها له فواد حيت دابا كترد على خصها ها ها خصها تاكل مزيان دابا ما جربتش الحليب اللبنيه ما بغاتهوش ما بغاتهوش ما بغا لا البزوله الطبيبه كانت مرضت وراه مساكن هادو هما اللي شراو الدرجه السيرو هاد الدراري هادو مرضت قالت لك حسن ما تعطيهاش الحليب بزول تاع حسن ليها ما كاين ما حسن من البزوله ما كاين ما حسن من البزوله تاكل مزيان باش يكون فيها الحليب والله راه تاكل لي راه كتعصب هي بحال عصبها عرفتي الصباح رجعت عندي كتبكي مشيت دقيت على دار خرج من الفطور فطرت قلت لها صافي عشقت صافي سكتي ما بقى هو يتسوق لي لا انا شاربه ما يتسولش فيها ما يتسولش فيها هو والله لا والله نعم امي انت من بعد ما هضرتي وحكيتي معك الناس اللي كيسمعوك والمحسنين شنو تبغي تقولي لهم؟ ها؟ الناس اللي كيشوفوك دابا شنو تبغي تقولي لهم؟ كنبغي نقول لهم يقوموا عباد البنيه بالكرا والسياره ديالها هي وبنيتها مسكينه يعني راه من ذوي الاحتياجات الخاصه ايوا ومن جهه الحلق ديالها راه ما كدويش وهاد السيد راه صاب الدريه ما كدويش بحال حجر عليها وانا ما صارش عندها النهار الاول بغاها بغاها النهار الاول راه بالكاغط راه بالكاغط والحي المدنيه بقيت عليه تصاوبت الدريه بالجز درت لها الحي المدني ماشي كدير درت لها الحي المدني بالجز الله يحفظك يا بنتي هادو هما اللي مساكنات معاونين هادو ديما مع الناس اللي حاسين بيها واي جبت لها الحوايج يمكن واي وكاد الدرية عرفتي ما عمرنا كسيناها كيجيبوا لها على الناس الحوايج ما ديما الحوايج الدرية زعما ما ديرش وشنو اللي صعيب عليها هو الكرة هو اللي صعيب سمعتي ولا الوجوه راه تلقط وتاكل معاها الكرة اللي صعيب يعني الكرة اللي كتركزي عليها مو انتي تعاونوا معاها قلتي كارية ب 12000 ريال 12000 ريال الكرة اللي صعيب لهنا راه مالين الجامع زعما من جيت ليكوش ومن جيت الماكلة راه كل كايد عايشة معاهم عايشة معاهم غير الكرة اللي صعيب عالكرة اذا كنعتذروا مشاهدي قناه شوف تي في يعني هذا التصوير جاء مع صلاه الجمعه وكنطلبوا الله عز وجل في هذا اليوم المبارك الله يفتح ليهم ببال الخير لا هي لا الام ديالها يعني اللي صراحه كيعانيوا ما عندهمش ما فحالهمش كتسعى مسكينه قدام الجامع كاع كنسعوا الله عز وجل الحمد لله الام ديالها يعني باينه ماشي شي وحده اللي طماعه ولا قالت لك الحمد لله عايشه مع هاد الناس صحاب المحلات اللي هنا الناس اللي كتدخل للجامع شي كيجيب لها الحوايج شي كيجيب ليها ليكوش الله يجازيهم بخير ويجعلها لهم في ميزان حسناتهم اذا هنا مشاهدينا كطلب اللي يساعدها في الكرة اللي كاريه ب 12000 ريال 600 درهم كاريه في الزيتونه نطلبوا الله عز وجل يسخر لها المحسن اللي يتعاونوا معها في هذاك الكرة وكذلك باش تاكل شويه مزيان وتقدر انها ترضع ديك البنيه لان ما كديرلهاش الحليب ديال الصيدليه كترضعها من البزوله وانتم عارفين كاع الامهات غادي يعرفوا قد ما كليتي مزيان والماكله اللي كدير شويه ديال الحليب قد ما داك البنيه تلقى ما ترضع ونطلبوا الله عز وجل حتى من اللي تلقى الناس عاونوها وما تبقاش يعني تفقس يعني كتعرفوا المراه المرضع يعني الا تفقست كيمشي لها الحليب يعني ولكن الا لقات المسانده المعنويه والمساعده الماديه تقدر انها ترتاح ولو نفسيا تقدر ترضع ديك البنيه اذا اللي بغى يجي عندها فهي ديما مونتي كتكونوا هنايا ديما هنا غير الجمعه غير الجمعه للجمعه نعم خوتي غادي نعطيكم رقم الهاتف ديالها
وكذلك تقول لك بان دائما يوم الجمعه تيكون هنايا مع صلاه الجمعه، تيجيو قاصدين المحسنين من بعد الله عز وجل، الناس اللي كتجي باش تصلي صلاه الجمعه تيبغيو يتصدقوا. كما شفنا النيس غير دابا وحنا كنصوروا، جات واحد السيده جابت ليها عارفه بانها كتكون هنا، جابت لها شي هذوك الميكا فيها شويه ديال الحويجات ديال التربيه، وكذلك عطات لها اللي قسم الله، الله يثبت لهم الاجر يا رب. اذا غادي نحاول ندير لكم تذكير خوتي ديال رقم الهاتف ديالهم، مكالمه عاديه يا كمي، ما عندكش الواتساب غير تليفون عادي، تليفون عادي. واخا انا غادي نعاود نقولوا لهم، ما حافظهاش انتيا، ما حافظهاش، صافي انا نقولوا انايا. اذا رقم الهاتف، رقم الهاتف مشاهدي قناة شوف تي في 06 10 67 20 78، أعيد 06 10 67 20 78، هذا هو رقم الهاتف ديالها خوتي. نطلبوا الله عز وجل تعاونوا، تقدر تجيب ليها بكية دليكوش، تقدر تعاونها باللي قسم الله، تقدر تجيب ليها غير ما تاكل وما تشرب، يعني ماكله اللي تصلح للمراه المرضع، اللي دير لها شويه ديال الحليب لديك البنيه الحمد لله، باش تقدر انها تبقى مخليه ليها البزوله، ما تحتاجش انها تديها تاخذ ليها الحكاك ديال الحليب من الصيدليه، واللي يخلص ليها الكرا انها تحس بالامان بين اربعه ديال الحيوط. غادي تقولوا لي خوتي نفس السؤال اللي حتى انا طرحته على الام ديالها، علاش ما ديتيهاش لعندك تسكن معاك؟ قالت لك حنا ساكنين في بولانوار في براكه، وساكن معايا جوج ولادي والزوج ديالها ومرات ولدها، والبراكه يعني صغيره صغيره بزاف، وزيد عليها ربما ما تفاهمتش حتى شويه في ديك المده اللي كانت جالسه، ما تفاهمتش مع خوتها، فاكيد يعني الزوج ديالها كان كرا ليها هاد الدار هادي في الزيتونه ب 12000 ريال، كتمنى ان تلقى غير باش تخلص الكرا وتبقى في هذيك الدويره ديالها، والحمد لله راه تعيش مع المحسنين. مره اخرى كنجددوا الشكر لكاع هاد صحاب المحلات اللي كيتواجدوا هنا قرب هاد المسجد، والناس كاع المحسنين اللي كيتعاونوا معها، جزاكم الله بالف خير. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في، نعاود نذكركم بانها كتكون كل يوم جمعه، كل يوم جمعه كتكون هنايا امام المسجد، واللي بغى يتصل بها يتصل برقم الهاتف ديالها، اللي غادي نعاود ندير لكم تذكير برقم الهاتف 06 10 67 20 78، هذا رقم الهاتف خوتي. عافاك المسجد اللي كتكون حداه، سميت هذا المسجد الحاج، سميت هذا المسجد الإمام محمد، الإمام المسجد المحمدي بالبيوت. ها انتم خوتي، هذا هو المسجد معروف ذاك الكبير. خوتي اللي بغى يجي لعندها فهي كتكون كل يوم جمعه امام المسجد المحمدي بحي البيوت. نحاول انني نوري لكم فين حتى اللي بغى يجي لعندها. ومره اخرى شكرا لكاع لصحاب المحلات اللي هنايا اللي كيتعاونوا معاها، لاحظوا معنا يعني قرب المسجد المحمدي بحي البيوت اللي كتلاحظوا معنا. يا ربي في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعه سهل عليها يا رب وعلى جميع المسلمين. صافي خوتي، يعني معروف هذا المسجد، مسجد كبير هنا بحي البيوت او بالمدينه، كتكون دائما امام هذه المحلات. الله يثبت الاجر لكل واحد. الى هنا دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.